اليوم قمنا منذ الصباح الباكر بترحيل 124 عائلة، منها 12 عائلة على مستوى مركز المعوقين بموزايا، عندنا 7 بمنطقة عيشوبة، 7 عائلات وحي عيشوبة، وعندنا هنا في واد الناموس 85 عائلة. حتى اليوم عندنا 523 عائلة التي تم ترحيلها منذ بداية العملية. سنين طويلة السكان واد الاخرين سكان واد الناموس هذو اللي عانوا كثيرا من جراء هذا الواد، الحمد لله اليوم تم ترحيلهم الى سكنات لائقة على مستوى مدينة بزار. عقبنا ايامات ما كلام نحكي لك، ايامات مرة فرحتونا اليوم كما فرحتوا حنايا، ان شاء الله انتم تفرحوا معنا ساكنة. الحمد لله بفضل الله رانا فرحين، رب العالمين يحفظ بلادنا وولادنا وعبادنا وينوركم رب ان شاء الله العالمين. الله يشدنا في ذا الرئيسة، والله يشدنا في رئيس في الولي، والله يشدنا في الرئيس تبون، بارك الله فيه وبارك الله في جماعتنا.